هناك نقطة أخرى اللي من بعد خرجوا منها بعض الأمور اللي باش يديروا البوز وباش يديستابيليزيو راس البال، نبوف با مي ديستابيليزي لأن جو سوي فور هنا مونتالمون بعدا باش يديستابيليزي، وخرجوا بعض اللاعبين اللي كانوا سبق لي دربتهم، ما نقدرش نذكر الأسماء ديالهم ولكن هما عارفين أنفسهم لأن الوقت ملي كيتهرب عليهم الكرة تيبقى فيها اللسان، وأنا بالنسبة لي أنا ذاك كاين بعض اللاعبين اللي في بعض الفرق دربتهم يمكن ما بقاش المستوى ديالهم كيليق فيهم، سواء فريق الرجاء أو فريق الجيش الملكي، واللي بعض الأحيان كيوليو هما كيتوسطوا لبعض الوكلاء ديال اللاعبين ولا بعض الشخصيات كبيره في البلاد باش يجيو ونقدر نوقع لهم عندي عن طريق الوكلاء، والوقت اللي كنعرف بان ما بقاش عند المستوى ما بقاش انا نغدر الفريق اللي كنوقع فيه باش نجيبهم، حيت غير مر عندي في الفريق لانه كيولي انا ذاك، وعارفهم بان في بعض الاحيان كانوا داروا ديكو الرشيد التوصيف بعض الفرق وهزوا رجليهم لهم لان عرفوا راسهم بانه انا واجهتهم مباشره، ما نافقتهمش واجهتهم لان قلت لهم ما بقاش عندكم مستوى باش تلعبوا في هذا الفريق، سواء الجيش سواء الرجاء سواء هذا، وما عارفين انفسهم، ولهذا خلقوا من ماذا؟ وهذاك السيد اللي دار معاهم ذاك البرنامج في التلفزيون ممكن يستدعيني باش نوضح ليه الامور على ما احسن ما يرام.